النهاردة قطفت شوية الزغاليل دول وقلت ان انا عايز اسمنهم علشان اذبحهم. انا عايز اكل زغاليل. تعالوا نشوف هنسمنهم ازاي ونأكلهم ايه بالزغاطة بتاعتنا، هنستخدم معهم زغاطة ايه ونحط لهم فيتامينات ايه في التزغيط، ونرجع لكم مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى، ونبدأ على طول موضوع زغاطة زغاليل الحمام. احنا هنستخدم انهي زغاطة؟ الزغاطة اللي انا دايما بستخدمها للزغاليل الكبيرة اللي هي سرنجة 50 سنتي او 60 سنتي. ال 50 سنتي بخمسة جنيه وال 60 سنتي بستة جنيه. طيب هستخدم ايه لتسمين الزغاليل؟ خلي بالك الفيديو ده تزغيط للتسمين بس، تسمين بس مش للتربية يا جماعة، يعني اللي انا هدبح الزغاليل دي تمام. هنستخدم علف الفراخ او علف الدجاج اللي هو 23%، كل الناس عارفينه في مصر، علف الدجاج الفراخ تمام اهو 23%. طيب الكمية اللي انا هحطها قد ايه؟ المهم استخدم الكمية اللي تكفيك. انا حطيت منه مكيال في العبوة دي وعليه 3 مكيال مية، يعني لو انت هتستخدم كوباية تعبي بيها حط واحدة على 3 مية تمام؟ واحدة الى 3 مية، ممكن تزيد كمان المية عن كده في الصيف اللي احنا فيه ده. يبقى اهو مجهزهم علشان وقت الفيديو، لان انت بتحتاج تجهزهم حوالي 20 دقيقة، تمرهم 20 دقيقة. اهوت المية فوقه من حوالي 20 دقيقة، ونحط عليهم كمان، هنضيف عليهم ايه اللي هو جروفيت بلس، كلنا عارفينه، كلكم عارفين جروفيت بلس اللي احنا استخدمناه دايما. انا معاه في الابوة الصغيرة اللي زي دي، انت مش لازم تجيب ابوة كبيرة، الابوة الكبيرة دي ب350 جنيه يا جماعة اللتر ده، لكن ممكن تشتري حاجة زي دي ب40 سنتي ب20 جنيه، يعني السنتي بنص جنيه. هنحط عليها نقطتين ثلاثة كده على الكمية، بيفرق كتير يا جماعة، والله بيفرق كتير معاه في أحجام الزغاليل وفي صحة الحمام. جروفيت بلس، ما تنساش الاسم ده. كفاية كده الكمية دي، هو سميك شوية وريحته مش كويسة، ريحته مش حلوة، مش هتحب ريحته تمام. يبقى احنا كده نقلب الخلطة بتاعتنا. كل ما تستنى عليها اكتر، هي دلوقتي مثلا لو قلنا بقالها تقريبا ربع ساعة، لو استنينا عليها 20 دقيقة او اكتر يكون افضل تمام. السرنجة دي يا جماعة علشان تحافظ عليها، ودايما معاك ازازة زيت طبيخ، هي قطارة تحط فيها زيت الطبيخ زي ما انا بعمل كده، وتحط فيها نقطة في كل ناحية كده قبل ما تشتغل، وبعد ما تخلص اغسلها واعمل نفس الحكاية، اغسل السرنجة واعمل نفس الحكايه، هتلاقيها بقت معاك سهله جدا اهو زي ما حضرتك شايف بالشكل ده، عشان تعيش معاك اكبر مده ممكنه. غير كده الزغاطه بتبوظ بسرعه، السرنجه دي بتبوظ بسرعه لو انت ما عملتش كده. هتلاقي الكاوتشه دي، الكاوتشه دي بتتخلع، هتلاقيها جوه السرنجه كده مش هتطلع، تيجي تشد تلاقيها اتسحبت من غير الكاوتشة، تطلع من غير الكاوتشة تفضل هنا في قلب المجرى ده او الخرطوم ده تمام. يبقى نبدأ على بركة الله نزغط الزغاليل، واكد لحضرتك للتسمين، تزغيط للتسمين. هنسحب منها، بسم الله ما شاء الله بتسحب بسرعة. نجيب الزغاليل، على فكرة يا جماعة نقول برضو ما ينفعش تبدأ بزغاليل صغيرة، اصغر حاجة ممكن تاخدها تفطمها من اهليها علشان تزغطها انت تسمنها اللي هو الحجم ده. شايفين الحجم ده؟ اصغر حاجة ممكن تاخدها تعطيها العلف، لان العلف تقيل على الزغاليل، صعب الهضم يعني. فاحنا هنزغطه مرة، والمرة التانية لازم تبص عليه، مرة في اليوم والتانية تبص عليه. لو عايز لو هضم اكله تاني، لو مهضمش الاكل تسقيه، تزوده مية المرة التانية تمام. كده عملنا واحد، بسم الله ما شاء الله سهلة جدا الزغاطة دي، سهلة جدا يا جماعة، اللي جربها عارف الكلام ده. بفضل الله احنا اول قناة عملت بالزغاطة دي، بعد كده كل القنوات عملتها، اسمها سرنجة قسطرة،
اللي مش عارف هي اسمها ايه، اسمها سرنجة قسطرة. تروح للصيدلي، صيدلية البشري، تقول له سرنجة قسطرة، بتيجي كده ما فيش معاها سن، ما بيركبش معاها سن الحقن، لان هي بتسلك القسطرة بس مش بتاعت حقن. هنزغطهم كده ان شاء الله اسبوع وندبح اللي ينفع يتدبح، واللي لسه حجمه صغير هنسيبه شوية كمان، ممكن يكون 10 ايام او اسبوعين للي هو الصغير اللي في دول. بسم الله ما شاء الله، سهلة جدا يا جماعة. لو عندك اي كمية هتزغطها، مش هتتعب من التصغيط، بس المهم ان انت تخمر العلف. تخمر العلف بعد كده هتلاقيه سهل جدا معاك، تضغط اي كمية. كل مرة تقلب وتسحب، كل مرة تقلب وتسحب، ودي كل زغلول، عشان في ناس هتسألني ادي كل زغلول على حسب ما هو محتاج. يعني شوف كده اهو، تسيب الرقبة، ما تملاش الرقبة من هنا، املى الحصلة وسيب مكان في الرقبة عشان الزغلول ياخد نفس. ما شاء الله ما شاء الله، قربنا نخلص. كل واحد على قد ما هو محتاج. في زغلول بياخد السرنجتين يا جماعة، في زغلول عايز على حسب حجمه وعلى حسب عمره. شوف انت اللي شايف الزغلول، يعني في واحد هيقول لي بياخد قد ايه. انا قبل كده حطيت للزغلول 120 سنتي قدامكم في فيديو سابق، علشان اثبت اللي بيقول لي السرنجه كتير على الزغلول. لا، الزغلول مش كل الزغلول، وزغلول الزاجل يا جماعه حصلتها بسم الله ما شاء الله كبيره، بتاخد يعني عن انواع تانية. فاحنا عايزينهم يكونوا بحجم كويس، لكن بأكد ان مش للتربية. الزغاليل دي ما تنفعش بعد كده تربية الا اذا كنت هتأكلها مرة واحدة ولا حاجة، لكن انت سمنتها اسبوع او 10 ايام خلاص بتبقى سمنت، ما عادتش تنفع اللي هي تتربى، مش هتبيض. لو انت ربيتها مش هتبيض، تمام؟ ده لازم تكون انت عارفه قبل ما تفكر ان انت تزغط بداية التربية. لها زغطة تانية عملناها فيديوهات تانية، هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بسم الله ما شاء الله، الزغلول لما بياكل بيفرق، بيفرق يا جماعة. بتحس ان الزغلول كبر، تحس ان الزغلول اتغير، اتحول، ما بقاش زغلول ده. بسم الله ما شاء الله، تقريبا خلصنا الكمية بتاعتنا. بكده نكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.